اهلا بيكم يا جماعه من عمده شيستا. معاكم عمده شيستا طبعا، مع القصور والجو الجميل ده. طبعا انا هحكي الحياه بسرعه كده في 3 دقائق في المملكه المتحده الانجليزيه حاليا في موضوع الكورونا. طبعا نسبه الكورونا زادت جدا مع وجود الفيروس، طبعا تاثيره عالي جدا على المجتمع الانجليزي اهو. بس هم يعني بيحاربوا الموضوع مع اكتشاف الفاكسين الجديد اللي هو 99.5، اللي هو تأثيره عالي قوي على الفيروس واحتمال ينزله. طبعا في موضوع الكورونا طبعا حصل مشاكل كتير قوي في البلد، اتغيرت اختلافات بسيطة، بس اتغيرت الاختلاف ده تأثيره كتير قوي قوي على المجتمع هنا. طبعا نسبة الطلاق زادت قوي لوجود الناس مع بعضها 24 ساعة في البيت. طبعا الشغل واقف، الشركات طبعا بتقعدهم في البيت، هو البلد شغالة كل حاجة، بس ايه ان انت تقعد ولاد وشغل وبعد كده تلاقي فيروس جه وبعد كده تقعد في البيت قدامهم. نسبة الطلاق زادت قوي قوي في المملكة المتحدة الإنجليزية وفي أوروبا عامة، ونسبة الضرب زادت قوي. نسبة بيسموها هنا الدوميستيك فايلنس، نسبة الضرب ممكن واحد يضرب مراته وواحدة تضرب جوزها. النسبة دي عالية قوي، زادت جدا هنا برضو في المملكة المتحدة الإنجليزية. نسبة المشاكل زادت قوي في مجتمع معين في المملكة هنا، فطبعا أثر كتير الفيروس على الناس دي وأثر على المشاريع. بس هم بيحاولوا يحلوا المشاكل دي على قد ما يقدروا، لأن هم نظمهم إن هم عندهم سيستم إن هو يحل كل المشاكل دي زي زمان. فهم محددين لناس وشركات ودكاترة وموظفين إن هم يحاولوا يهدوا الموضوع ده، وموضوع الفايلنت ده، موضوع الطلاق، موضوع الولادة زاد قوي هنا في المملكة المتحدة الإنجليزية. موضوع إن أنت مع مراتك موجود على طول، فنسبة الولادة زادت هاوي، والمستشفيات الواحدة بقت عايزة تخلف 2 و3، فنسبة الولادة والأولاد زادت جدا. وده موضوع الكورونا، موضوع الفيروس زاد جدا وغير المجتمع للأحسن. مع عمدة شيستا، تابعوني في فيديو جديد من المملكة المتحدة الإنجليزية. عبد الله البدوي.